هنشوف مع بعض هنعمله ازاي علشان يبقى السمك او رز السمك اللي احنا هنعمله او رز الصياديه يبقى ليه علامه مميزه في عيلتنا. اعوذ بالله من كلمه، انا واحده من الناس معروف الرز عندي مهما حد بيعمله لازم ليه تكه معينه، ليه حاجه معينه بتخلي اللي ياكل معلقه عايز ياكل 2 و3 و10، الطبق بتاعه ما يفضاش ابدا من الرز من التكه اللي احنا هنحطها النهارده في الرز وهنشوف ايه هي ايه. معروف رز السمك لازم يتحرق له بصلايه. ناس كتير قوي بتعمل رز السمك بكذا طريقه، يا اما بنحمر الرز الاول، بنحمر البصل في الزيت وننزل معاه الرز، يا اما بنحمر البصلايه قوي ونطشها بعقد الميه تغلي مع بعضها وبعد كده ننزل الرز. وانا ما بعملش الطريقه دي بصراحه، انا بعمل التانية. ليه بعمل التانية؟ بحب الرز يتشبع من ريحه البصل، وبعدين انا ما بخلوش بصل بس، بخليه ثوم وكزبره وبحط كمان عليه جزر مبشور، بيخلي الرز يفتح النفس وهو حتى من قبل ما يتضايق. قلت لكم قبل كده العين بتاكل قبل البق. شكل الرز بتاعنا النهارده هنشوف شكله عامل ازاي. هتستغربوا ان انا بدات بدري او بدات قبل ما اطلع الهوا، عشان ايه؟ علشان عايزه البصلايه تتحمر معانا، ما حبيتش ان هي تتحمر وارجع اقول لكم ادي البصلايه اتحمرت، لا انا حطيت الحله بتاعتنا على النار سخنت ورحت نازله بزيت سندباد. بعد ما نزلت بزيت سندباد رحت عامله ايه؟ يا دوب سخن معايا ورحت حاطه عليه بصلتين او ثلاثه مفرومين خشن. ليه مفرومين خشن؟ لو اتفرموا ناعم مع التسويه بتاعه الرز هيدوبوا مش هيبقوا باينين، لكن انا عايزه البصلايه تبقى باينه، عايزه البصلايه يبقى ليها قوام متماسك بس في نفس الوقت ما تبقاش فيها القرشه او التكه اللي احنا بنشوفها دي. علشان كده البصلايه بتاعتنا فرمينها فرم خشن، عايزاها تتحمر عشان تشوفوا تحميرها عامل ازاي. بصوا بقى انا بستخدم ايه في الرز، او مقاديرنا هتنزل معايا على الشاشه دلوقتي وهنقولها مع بعض. مقادير بتقول ان انا معايا 4 كوبايات رز، ايا كان بقى كميه الرز اللي انتوا عايزينها زي ما انتوا عايزين. معايا عليهم 5 كوبايات ميه، للناس اللي بتعاير بالكوبايه علشان الرز بتاعها يطلع مظبوط وما بتقدرش ان هي تعاير الرز بمعيار عينيها. يعني ايه بمعيار عينيها؟ دي برضو هنتكلم عليها دلوقتي. انا عندي المج بتاعنا اللي هو الاساسي اللي بنستخدمه على طول، مج الشاي، عايرت منه 4 رز، هحط عليهم 5 ميه، وهقول لكم ليه مزوده المره دي كوبايه ميه زياده. معايا جزرايه مبشوره بس تكون جزرايه كبيره، 3 بصلات مفرومين خشن، معلقتين كبار ثوم مفروم، ومعايا طبعا زيت سندباد، معايا معلقه كبيره كزبره ناشفه وكمون وملح. اكتر من كده مش عايزه. مقادير سهله وبسيطه جدا وموجوده ان شاء الله في كل بيت. حطيت زيت سندباد في الحله وحطيت البصل المفروم، واحنا بنحمر البصلايه بتاعتنا نصبح على مدام سميره ونقول لها صباح الفل. صباح الخير. صباح الهنا، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله والله يا رب. انا متابعه اكلات حضرتك تسلمي كلها. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يخليكي. الله يخليكي يا شفنونة. تسلمي. كنت عايزه حضرتك في مساله شخصيه كده شفنونة. انا في شده وفي كرب وعليا دين وخايفه على وهتسكن وخايفه على اولادي. لا ربنا. انا العائل الوحيد بتاعهم. طيب ربنا يصلح الحال يا رب. اهل الخير يساعدوني فيهم. طيب سيبي لي رقمك مع روان او خدي رقمي من روان واللي فيه الخير يقدمه ربنا. خدي رقم من روان او سيبي لي رقمي واللي فيه الخير يقدمه ربنا. تمام، ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اوكي، نرجع دلوقتي لوصفتنا تاني. قلنا مستخدمين زيت سندباد حطيناه وحطينا عليه البصل، هتتحمر معانا وهنشوف هتتحمر. انا مش عايزاها تتحرق عشان لو اتحرقت هتمرر لي الرز، لكن انا عايزاها تتحمر التحميره بتسكيره. يعني ايه بتسكيره؟ يعني ان هي ما تمررش وما تبقاش متحمره ومحروقه. عندي 4 كوبايات رز غسلاهم ومصفياهم وركناهم على جنب، عندي بصل جزرايه مبشوره، عندي ثوم مفروم كزبره وكمون وملح. قلت لكم انا حاطه ليه ثوم ومش هحطه دلوقتي خالص، مش هحطه الا قبل نزول الرز على طول. ليه؟ انا مش عايزاه يتحرق معايا، عايزه اخد التطعيمه بتاعته هي والكزبره علشان يبقى الرز بتاعنا طعمه مميز، ما يبقاش ان انا باكل رز بني وخلاص. في ناس بتعمل رز السمك ده علشان عندها مثلا حساسيه من البصل او ما بتحبش البصل خالص بتحرق له سكر. يعني ايه بتحرق له سكر؟ يعني بتحط معلقتين التلاته سكر على النار يتحرقوا زي ما يكونوا هيتكرملوا كده، وتروح تصاهم بالميه ياخد غلوتين، بتحط له الملح والكمون، وبعد كده بتنزل عليه الرز، يطلع رز لونه نفس رز السمك لكن مش واخد تطعيمه البصل. ده نوع رز من انواع رز السمك اللي بيتقدم او الرز البني اللي بيتقدم. في نوع تاني اللي قلته لحضراتكم عليه ان احنا
بنحمر البصلايه ونحط عليها عقد الميه، يا دوب تغلي الميه بتاعتها تروح نازلين بالرز دي، ونحط برده ملح وكمون. دي طريقه ثانيه. الطريقه الثالثه دي اللي انا هعملها النهارده، بندي تطعيمه زياده من الثوم والكزبره اللي احنا حاطينها. مجرد البصلايه ما تبدا ان هي تتحمر معايا هروح نازله عليها بالثوم. بص هي بدات تاخد لون معايا بالشكل ده، هنزل عليها بالثوم، معلقه ثوم كبيره، مش هحط كل ده، عايزه ريحته تطلع، كل الزيوت اللي في الثوم وكل روائح الثوم كلها تطلع بالشكل ده كده. مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه بس ياخد ريحه، وهسيبهم يتحمروا مع بعض بالشكل ده كده. عايزه احط عليه الكزبره، معلقه كبيره برضو، ونحط الكمون ونحط الملح. ناس كتير هتحط الاول الرز وبعد كده تحط الملح والكمون، لا انا بحطهم في الاول. ليه بحطهم في الاول؟ علشان انا عايزه اما انزل الرز عليه كله يبقى ميه واحده. بص انا بحب الكمون كتير، فعلشان كده حطيت معلقتين صغيرين كمون عشان تبقى ريحته كمان ظاهره قوي معايا. وهسيب ده كله يتحمر مع بعضه. لما الكمون هيشم النار ويتحمر شويه في الزيت هيطلع لي ريحه احلى، احلى من ان انا احطه على طول على الرز واروح حاطط عليه الميه. الميه لما بتنزل على الكمون او اي توابل بنحطها بتكتم الريحه بتاعتها، علشان كده انا حطيت الكمون يطلع روايحه الاول ويتحمر شويه في الزيت، وبعد كده انزل بالرز وبعديها انزل بالميه. سهل جدا وبسيط وطعم مميز، ان شاء الله هيعجبكم ونور رضاكم. نيجي بقى دلوقتي للجزر. طب الجزر احنا هنحطه برده معاهم كده؟ لا الجزر مش هيتحط دلوقتي خالص، الجزر هيتحط لما الرز بتاعنا يستوي ونيجي نقفل عليه. خلاص هنقفل على الرز، المفروض ان احنا بنكتم الحله بتاعته وبنركنه شويه علشان البخار اللي فيه يسوي الجزر. قفلنا على الرز، حطينا الجزر وقلبناه مع بعض وقفلناه. ليه عملت كده؟ علشان انا عايزه احس ان الجزر معايا مصحصح، ما يبقاش ان هو دبلان ومستوي ومهري وما يبقاش باين في الرز. لو حطيته من الاول خالص هيتهري، مش هيبقى باين، يبقى انا كده ما استفدتش حاجه، لكن انا عايزه استفاد بالجزر اللي محطوط. هنسيب البصلايه بتاعتنا تتحمر شويه وهطلع فاصل، ارجع من الفاصل نشوف اصناف السمك بتاعتنا اللي هنعملها ايه النهارده، شويه صغيرين وراجعين وهو هتروحوا في اي حته ومستنيك. رجعنا من الفاصل رجعنا من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه غير ان انا حطيت الرز بتاعنا على البصلايه بتاعتنا. بصوا كده معايا لون البصلايه عامل ازاي، بصوا لون الرزايه نفسه لما اتحمر مع البصلايه وشرب من البصلايه مع الثوم مع الكمون. بصوا كده، ده كمان لسه هيغمق شويه تاني لما البصلايه ينزل عليها عقد الميه. يعني ايه عقد الميه؟ يعني مقدار الميه بتاعنا. قلت في ناس كتير قوي لما بيدخلوا المطبخ ما بيعرفوش يظبطوا عقد الميه بالعين. انا اعوذ بالله من كلمه انا او اي ست بيت بقالها كتير قوي في المطبخ بتعرف مقدار الرز ان هي تظبطه بالعين. في ناس عشان يطلع معاها مظبوط بالشعره بتعمل بالكوبايه، اوقات كتير انا بعمل بالكوبايه. انا دلوقتي حاطه 4 كوبايات رز، هحط عليهم 5 ميه. في الطبيعي انا بحط على الرز المصري نفس هو المقدار بتاع الرز، يعني لو حطيت 4 رز بحط 4 ميه، لكن انا عايزه الرز بتاع السمك بتاعنا يبقى فيه كده طراوه، ما يبقاش ان هو مظبوط على الشعره، لا انا عايزاه مش معجن لكن يبقى مظبوط في حته كده جوسي او حته طريه شويه، ما تبقاش ان هي ناشفه معانا. انا حاطه 4 رز، هحط 5 ميه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله واحد مالوش تاني، تلاتة، أربعة، ادي الخمسة مية بتوعنا، وزي ما حضراتكم شايفين حطاها مية من الكاتل مغلية، ما عنديش كاتل اسخن مية برة او اغلي مية برة وحطها سخنة، ما حطهاش من الحنفية. ليه ما حطهاش من الحنفية؟ المية الساقعة لما هتنزل على الرز وهو متشوح وهو سخن
هتحصول للرزايه. يعني ايه هتحصولها؟ يعني اولا هتاخد وقت في السوى، اجي اكل الرزايه هلاقيها ناشفه، الا اذا كنت هستخدم الطريقه الثانيه اللي هي ان انا انزل الميه على البصل تغلي وبعد كده انزل الرز ماشي. لكن لو هشوح الرز مع البصلايه كده ومع الثوم ومع التوابل بتاعتنا لازم الميه تكون سخنه علشان الرزايه بتاعتي ما تحصولش. يعني ايه تحصل؟ يعني تبقى ناشفه وتاخد وقت في السوى. كده تمام الرز بتاعنا كده. ادوق الملح بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عايز سنه بسيطه قوي ملح بس. كده الرز بتاعي تمام. هسيبه مجرد ما يتشرب ابدا اوطي عليه النار زي اي رز عادي، وهنشوف شكله. وادي الجزر اهو، مش هنحطه دلوقتي خالص الا لما الرز بتاعنا يستوي. هعمل ايه دلوقتي؟ اروح احط عليه الجزر. هو كده استوى، انا عايزه بقى الجزر ياخد تسويه البخار اللي هتطلع من الرز، لكن مش تسويه نار. في فرق بين تسويه بخار وفي فرق بين تسويه نار. يعني انا مجرد ما احط الجزر وهقلبه هروح قافله غطا الحله وشايله الحله من على النار خالص بالشكل ده كده، علشان احس ان في جزر موجود في طبق الرز، مش ان هو حاجة اتهرت مع التسوية ما بقالهاش وجود بالشكل ده كده. هقفل الحلة واروح شايلاه من على النار خلاص. انا هو كده استوى.